انا اداب تاريخ، اتخرجت السنه دي دفعه 2022، وحاليا باخد دبلومه المعهد المصرفي، اقدر اشتغل في البنك واكون من الستاف، محتاجه رد ضروري جدا. الحقيقه كليه اداب، هو الحقيقه لما بيجي بيعلن على وظيفه بيبقى عاوز وظيفه لايه؟ بيبقى عاوز وظيفه الحدثاء الخبره، بيبقى عاوز في الفرع، عاوز وظايف زي وظايف التيلر او الكاستمر سيرفيس. دول عاده بيبقى مشترط بعض التخصصات زي اقتصاد وعلوم سياسيه، تجاره، حقوق، يعني دايما بيبقى مركز على بعض التخصصات اللي لها نوعا ما دراسات اقتصاديه. طب انا خريجه اداب ونفسي اشتغل في البنك، عندك حاجتين: لا اما تشتغلي على حاجه البنك هيطلبها كحديث الخبره، ان انت مثلا تقدمي على اتش ار ماركتنج، وظيفه يتم الاعلان عليها بهذا التخصص، لان اكيد انت مش هتشتغلي بيه التخصص بتاعك اللي هو الاداب، او ان انت تشتغلي في المجال ده وبعد سنين طويله، او مش طويله قوي يعني، بعد 3 4 5 سنين يكون البنك عاوز وظيفه لناس خبره، فانت لما تيجي تقدمي فيها خلاص انت بتشتغلي بوظيفه الخبره، وساعتها انت اوريدي بتعملي كارير شيفت لهذا المجال. ونصيحتي ليكي انك تبقى عندك سكوب واسع، تقدمي في اكتر من وظيفه، ويكون دايما عندك اختيار لحاجه معينه انت هتقدري تكملي فيها حياتك، زي الاتش ار، الماركتنج، حاجه اللوجيستيك، ريسبشن، حاجه تبقى انت اوريدي هتكملي فيها حياتك، تقدري ان انت تشتغلي فيها بعد ما تتخرجي باذن الله، وتعملي كارير شيفتنج بعد الكليه، وتحاولي انك تحصلي على ماستر او دبلومه في هذا التخصص. يعني خلاص انت خدت موارد بشريه، تحصل على دبلومه في الموارد البشريه، تاخدي شهادتها، تشتغلي موارد بشريه، تعملي شيفتنج من فكره انك خريج كليه اداب الى هذا المجال، وربنا يوفقك وان شاء الله تشتغل في البنك. ولكن دايما بلان ايه، بلان بي، بلان سي، ما نختصرش فقط على خطه واحده.